أهلا بكم في المها، ثالث مصنع لشركة نسلي في دبي باستثمار قدره 530 مليون درهم. هذا وتم تجهيزه بأحدث المعدات والآليات لطرح اثنتين من أهم علامات نسلي التجارية، نسكافيه وماجي. يضم فريق عمل مصنع المها موظفين من أكثر من 20 جنسية. وقد تمكن إلى يومنا هذا من الارتقاء بأعلى معايير الجودة، محرزاً جائزة Safe by Choice عن أعلى مستويات السلامة في نسلي، وشهادة الحلال الصادرة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أسما. يتيح المصنع لضيوفه فرصة زيارة المعرض الدائم الذي يهدف للتفاعل مع الشباب وأصحاب العلاقات ومشاركة أعمال نسلي لتأسيس لقيمة مشتركة تهدف إلى تحقيق هدفنا، وهو تحسين جودة الحياة والمساهمة في بناء مستقبل صحي أكثر. كل لحظة يستمتع بها مستهلكون بمنتجات ماجي هي قصة تكتب بداياتها حول العالم، وهي مصادر أجود المكونات التي نحبها وألفنا حضورها في مطابخنا الأصيلة، خاصة وأن التغذية تشكل أساس كل ما نقوم به. لذا فنحن ملتزمون بتبسيط 100% من مكونات منتجاتنا، ونحرص على تحقيق توازن للمكونات للحصول على ألذ النكهات وأغنى الفوائد لنظام غذائي صحي وسليم. وفي النهاية نحفظ ونغلف جودة كل هذه المكونات وفقاً لأعلى المعايير لنضمنها لكم طبيعية. في ماجي نحن نقدم منتجات بنكهات مستوحاة من مطبخكم، من هنا نستمد فخرنا كوننا أسهمنا في إثراء حواسكم بأفكار جديدة من شأنها أن ترتقي بمهارات الطبخ لديكم، كما ستعزز من مكانة المرأة في المجتمع لتصنع الفرق في كل ما تقوم به. عندما تلتقي حبات القهوة الحمراء بخيرات الطبيعة وينتقيها المزارعون بعناية وتميز أعينهم الأجود منها بدراية، ثم تحمص ويتم طحنها لتلتقي بعدها بالسكر ومبيض القهوة فتشكل مزيجاً مثالياً يتماشى مع ذوق المستهلك في المنطقة، ثم يتم تعليب القهوة باستخدام آليات حديثة تضاهي في جودتها أرقى المعايير العالمية بهدف الحفاظ على نكهتها الطبيعية في كل عبوة، ومن هنا يتم توزيعها في كافة أنحاء المنطقة لتصل إليك وتستمتع بمذاق نسكافيه الرائع، القهوة المفضلة في العالم. ومن مصنع نسلي المها تنتقل منتجات ماجي ونسكافيه إلى مستهلكين في 13 بلداً في الشرق الأوسط. نسلي، تحسين جودة الحياة والمساهمة في بناء مستقبل صحي أكثر.